السلام عليكم، أنا كريم العبد، باحث في الإعلام والعلوم السياسية من لبنان، من الجامعة اللبنانية الدولية في 3 فروع، وأيضا في جامعات أخرى في لبنان. أود بداية أن أتوجه بالشكر الكبير للاتحاد العالمي للعلماء والباحثين في أمريكا فلوريدا لدعمه المطلق للباحثين في لبنان وفي جميع الدول العربية والغربية. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد سلامة، أمين عام الاتحاد ومؤسسه، وشكر كبير لرئيس الاتحاد الأستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف لدعمهم لي ولوقوفهم إلى جانبي، وأيضا للتواصل الدائم، وذلك للوصول إلى مرحلة متقدمة، وخاصة لنا كباحثين في الوطن العربي للوصول بالباحثين والعلماء إلى مرحلة متقدمة، ولإيصال كل الدعم من قبلهم ومن قبل هذا الاتحاد لجميع المنتمين له. وأشكرهم أيضا على تعيينهم لي ضمن مجلس استشاري هذا الاتحاد، وهذا شرف كبير لي أن أكون ضمن هذا المجمع الذي يضم كبار الأساتذة والعلماء في الوطن العربي وأيضا خارج الوطن العربي وأيضا في أمريكا. شكرا للجميع، وأود بالمناسبة أن أبارك للأساتذة على الإصدار الأول لمجلة نيوتروسوفيك التي ستكون أيضا من المراجع العلمية المهمة والهامة لنا في الوطن العربي. تحياتي للدكتور أحمد سلامة، وأشكره جزيل الشكر على التواصل. شكرا للاهتمام، وشكرا لهذه الثقة التي أعطيت لي، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن. شكرا لكم جميعا، كل التوفيق للاتحاد العالمي للباحثين والعلماء، وإن شاء الله إلى لقاء قريب في مؤتمر جامع لكل الاختصاصات في أي بلد يجمعنا. وتحياتي لكم من لبنان، وإلى اللقاء.